حين يحاول التاريخ أن يخط تفاصيل المكان والزمان بالأبيض والأسود من خلال شواهد نادراً ما يعثر عليها في زماننا، دبابيس وطوابع ونقود تحاكي الوجود وشخصيات عظيمة ترسم ملامح الوفاء للوطن حتى ولو كان من خلال ريشة لا تعرف الألوان. أشياء بل شبه أشياء تنقلك إلى بلد اسمه التاريخ من دون تأشيرة ولا جواز سفر، وتحط بك في جب الحقائق التي تختبئ بين ثنايا تلك المخطوطات، كلها شواهد عيان أثارت فضول من يريد أن يبحث تاريخه وهويته. الانتيكيتي les objets rares qu'on peut pas trouver يعني sur dans les magasins. Bien sûr Alger. Je me dirige vers mon ami là pour voir s'il a de quelque chose de nouveau. هيك تعرف جينا نوسع التراث تاعنا نشوفوا الأجداد تاعنا، حاجة بيزارها يعني. من ناحيه النقود تقدري نقراو تاريخ الجزائر فيهم، المخططات نقدروا نعرفوا المخططات وما عشتوهمش، بصح هزيتو تلقاي التاريخ في الدور تاع بكري، هزيت تلقاي التاريخ. الذاكره والجزائريه هكذا يلقبه من يقصده، يبحث عن الرجال البواسل وعن مواقفهم وعن ملامحهم ووجوههم وتفاصيل حكاياتهم. هكذا يحاول هذا الجزائري أن يثبت لنفسه وللجميع أن الجزائر بلد لا يعترف لا بالمكان ولا بالزمان. دونك راني انايا جو لا ميموار دو الجيري اترافير ان تامبر ولا ان بينس ولا اون كارت بوستال، تاريخ تاع بلادها، مثال صور تاريخيه، شخصيات مروا يعني مراحل يعني تاريخيه، ايام الاستعمار وايام بعد الاستقلال، يعني الناس تعرف شخصيات، لان دوك كنت تحكمي اي شاب ولا حاجه تقولي له على اكتور فلاني ولا شونتور فلاني بالخف يعطيك كاع واش كسب واش حنا، اما توري له تقولي له اكزومبل عبان رمضان ولا الرئيس الحالي يعني بوتفليقه ولا بومدين ولا اي صوره تاريخيه ما يعرفوهاش الناس. يعني الناس اللي خرج النشيد الوطني هذا المفتي زكريا الصوره تاعو ما يعرفوهاش، يعني حنايا سيت ميساج نلحقوه للناس بطريق الصوره ولا البينس معناتها يمثل الجزائر ولا اي حاجه لا كوليكسيون الهوايه هذه هي. حب الوطن من الايمان هكذا يقال، لذا يجب ان نؤمن ان التاريخ الابي هو القناعه الراسخه لدى الشعوب مهما حاولوا تغييره.